بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة أماني عبد الفتاح، مدرس هيستولوجي، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن one of the four basic tissues of the body which is connective tissue. في ال connective tissue احنا إن شاء الله هنتكلم عنه، هنقسمه لتلاتة sectors أو تلات محاضرات. أول واحدة هتشمل التلات نقط دول، دي lecture one، هنتكلم فيها عن ال connective tissue what is the definition، وعن ال components of connective tissue proper، وأخيرا هنتكلم عن ال connective tissue cells وأنواعها والفرق بينهم. دي lecture one. المحاضرة التانية هنتكلم فيها عن ال structure of the matrix بالتفصيل، يعني ايه ال components of the matrix، وهي اللي هي هتشمل connective tissue fibers بأنواعها والفروق بينها برضو. وأخيرا المحاضرة التالتة إن شاء الله هتكون عن ال types of connective tissue proper and how to differentiate between them. دول التلات محاضرات اللي هنغطي فيهم الكونكتيف تيشو أدهو. هنبدأ محاضرة النهاردة اللي هي أول محاضرة. الأوبجيكتيفز بتاعتنا يعني at the end of this lecture إن شاء الله you can be able to enumerate the components of connective tissue proper, enumerate and describe the types of different connective tissue cells, to mention the components of the matrix. إيه هي components of the matrix اللي هي بتشمل connective tissue fibers، و structure of the ground substance دي الجزء التاني من الماتريكس، وأخيرا زي ما اتفقنا أنواع ال connective tissue proper والcharacters of each type. هنبدأ بالكيس سيناريو البسيط ده. This is a male 45 years old came to the emergency hospital with this stab wound، جايب الجرح اللي احنا شايفينه ده in his thigh following attack by assailants. The emergency medical officer stitched the wound زي ده، ان هو الدكتور اللي موجود عمل proper toileting الاول، نظف الجرح وعقمه، بعد كده بدأ يخيط الجرح اللي احنا شايفينه ده بالستيتشز، و prescribed the medicine واداله العلاج الادوية اللي هياخدها، وقال له انه يجي بعد اسبوع يفك الستيتشز دي. طيب يجي السؤال بقى، which cell is responsible for the repair of this wound؟ ليه الووند ده بعد ما يعدي عليه الفترة وبعد الستيتشنج بيلتئم ويقفل، ما يبقاش مفتوح زي ما كان كده؟ ايه الخلية في الجسم اللي مسؤولة عن الريبير اللي حصل او الالتئام اللي حصل ده؟ دي one of the cells اللي ان شاء الله هنتكلم عنها النهاردة وهنعرف وظيفتها ايه. طيب هنبدأ بالسلايد دي. collectively بتقول لنا ان الهيومن بادي بيتكون mainly من أربعة basic tissues، four basic tissues forming our body. The first one is the epithelial tissue اللي هو نسيج الطلائي. Second one is the connective tissue اللي هو نسيج الضام. Third tissue is the muscle اللي هو العضلات أو النسيج العضلي. وأخيرا the fourth tissue is the nervous tissue اللي هو النسيج العصبي. Combination من أربعة tissues دول مع بعض بيبدأ يتكون لي body organs، والorgans تتجمع مع بعض وبتديني body system. احنا موضوعنا النهارده هنتكلم عن connective tissue. طيب نبدا بديفينيشن بسيط، ايه هو الكونكتيف تيشو ده، نعرف عنه ايه؟ simply it is a tissue which support and connect various tissues and organs. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو من اسمه هو اتسمى كونكتيف ليه، يعني كلمه ضم دي معناها ايه؟ معناها ان التيشو ده وظيفته في الجسم ان هو يعمل supporting يدعم، وان هو يعمل connection يربط different tissues مع بعضها، ويربط الأورجنز كمان مع بعضها. يبقى هي اسمه ده جه من وظيفته في الجسم. طيب أنا جبت الصورة دي علشان توضح لنا الفرق بينه وبين الإبيثيليوم، ده another tissue من الفور basic tissues. الفرق بينهم واضح من الصورة، إنه الإبيثيليوم is mainly formed of cells، فالإبيثيليال تيشو عبارة عن cells كتيرة جدا، closely aggregated cells وcrowded زي ما احنا شايفينها كده. لو قارنا ده بالكونكتيف تيشو اللي تحته ده، فبنلاقي ان الكونكتيف تيشو بيتميز ان هو mainly formed of matrix with few cells. يعني ايه؟ يعني لو لاحظنا النيوكليوي بتاعت السيلز اللي موجودة هنا، هنلاقي ان عددها اقل كتير مقارنة بالسيلز اللي موجودة في الابيثيلي. لكن هنا الغالب على الستراكشر بتاع الكونكتيف تيشو هو وجود الاكسترا سيلولار ماتريكس متمثل في الفايبرز والجراوند سبستنس، دي بتمثل لي المين كومبوننت. في سيلز موجودة طبعا فيه، ولكن عددها اقل كتير من السيلز اللي فيه الابيثيليوم. فعشان كده النوت دي بتقول unlike epithelium، ان هو على عكس الابيثيليوم، connective tissue is formed mainly of matrix with few cells.
انواع الكونكتيف تيشو عندي mainly four types. النوع الاول هو الكونكتيف تيشو بروبر، والنوع التاني هو الكارتليج، النوع التالت هو البون، والنوع الرابع هو البلود. كل دول يتحطوا تحت تايتل كبير اسمه كونكتيف تيشو. احنا في محاضرتنا هنستريس على ايه، او المين بوينت بالنسبه لنا اللي هنتكلم عنها هو اول نوع بس اللي هو الكونكتيف تيشو بروبر. بقيه الانواع ان شاء الله هتيجي في محاضرات تانية. يبقى احنا هنبدا نتكلم عن الكونكتيف تيشو بروبر ومكوناته ايه. كومبوننتس اوف كونكتيف تيشو بروبر هو مين اللي بيتكون من تو كومبوننتس احنا ذكرناهم في اول سلايد. بيتكون من سيلز وهي فيو زي ما اتفقنا مقارنه بالابيثيليوم، وبتكون من اكسترا سيلولار ماتريكس وده المين كومبوننت فيه. بنقسم السيلز الى مجموعتين، عندي فيكسد جروب او فيكسد سيلز، وفري جروب او واندرنج جروب او فري سيلز. دول المجموعتين اللي بيتقسم فيهم السيلز وبدا كونكتيف تيشو. اما بالنسبه للماتريكس فهو بيتكون من تو كومبوننتس، بيتكون من مكونين. الاول هو اسمه فايبرز اللي هو الالياف، والمكون الثاني هو الجراوند سبستنس وهو الماده اللي بتملى الفراغات ما بين الفايبرز والسيلز في الكونكتيف تيشو. يبقى اذا توتالي لو انا قلت جلوبالي ايه مكونات الكونكتيف تيشو بروبر في كلمتين، سيلز اند ماتريكس. هناخد اول واحد منهم اللي هو السيلز ونبدا نتكلم عنه بشويه تفاصيل. كونكتيف تيشو سيلز زي ما اتفقنا حالا احنا مقسمينها لمجموعتين، مجموعه اسمها فيكسد ومن اسمها دي ثابته وموجوده في الكونكتيف تيشو على طول، والمجموعه الثانيه اسمها فري، والمجموعه دي برضو من اسمها فري او ساعات بنسميها واندرنج سيلز. دي بتتحرك تقدر تخرج من الكونكتيف تيشو وتقدر ترجع تاني. المجموعه الاولى الفيكسد بتشمل اربع خلايا، اول واحده اسمها undifferentiated mesenchymal cell، الثانيه اسمها fibroblast cell، الثالثه اسمها mast cell، والرابعه والاخيره adipose cell. الاربعه دول كلهم بنحطهم تحت تايتل fixed connective tissue cells. بالنسبه للفري جروب انا عندي فيه ثلاث خلايا، اولهم البلازما سيل، والخليه رقم 2 ده ماكروفاج، والخليه الثالثه والاخيره وايت بلاد سيلز. هنبدا باول مجموعه اللي هي الفيكسد كونكتيف تيشو سيلز. احنا اتفقنا ان الفيكسد كونكتيف تيشو فيها اربع خلايا اللي هم undifferentiated سيل، الفايبروبلاست، دي اديبوز سيل، اند ماست سيل. اول خليه هنتكلم عنها من الفيكسد جروب هي الاندفرنشيتد ميزينكايمال سيل. وقبل ما نتكلم عنها هنتفق ان احنا عندنا اربع نقط مهمين لازم نعرفهم عن كل خليه، يعني اي خليه محتاجه اوصفها انا هغطي اربع نقط عشان اوصفها وصف كامل. اول حاجه شكل الخليه ايه، شكلها الاوتلاين بتاعها من بره. رقم 2 النيوكليس بتاعتها مواصفاتها ايه. رقم 3 السيتوبلازم بتاعها شكله او لونه والستيننج بروبرتي بتاعه بالاتش اند اي. ورقم 4 والاخيره هي الوظيفه او الفانكشن بتاعتها باختصار شديد، جمله واحده بتقول لي وظيفه الخليه دي. يبقى في اربع نقط اهم لازم اذكرهم علشان اوصف اي خليه هتعدي عليا في كل الكورس بتاعي. نبدا نجرب في اول واحده undifferentiated mesenchymal cell. شكل الخليه فيها ايه؟ اتس برانشد سيل اهو، ده شكلها، ليها سيل بادي وطالع منها بروسيس زي ما احنا شايفين كده، عشان كده بوصفها بكلمة branched cell. رقم 2 النيوكليس بتاعتها، النيوكليس بتاعت ال undifferentiated دي بتبقى large and oval in shape، large nucleus و oval in shape. السيتوبلازم بتاعها is basophilic cytoplasm، ونتعود من دلوقتي ان لما الاقي اي خلية فيها basophilic cytoplasm اترجم ده على طول ان بالالكترو مايكروسكوب it contain numerous ribosomes او numerous ribosomes and rough endoplasmic reticulum. في خلايا كده وخلايا كده، والفرق الجوهري بينهم هو وظيفة. لو الخلايا دي بتفرز بروتينز وبتطلع براها، يعني بروتين سكريتوري سيل، فيبقى فيها الريبوزومز ومعاهم الرف اندوبلازميك ريتيكولم. لكن واحدة زي دي undifferentiated cell ما بتفرزش بروتين، يبقى فيها ريبوزومز بس اللي هي فري ريبوزومز. تمام، يبقى السيتوبلازم بتاعها تاني ماله او الستيننج بتاعه ايه؟ بيزوفيليك سيتوبلازم. ليه؟ عشان فيه نيوميروس ريبوزوم. دي النقطة رقم 3. النقطة رقم 4 وهي الوظيفة، ايه الفانكشن بتاعت الاندفرنشيتد ميزينكايمال سيل؟ في كلمة واحدة مادر سيل. يعني ايه مادر سيل؟ يعني بنعتبرها الخلية الأم أو الستيم سيل اللي تقدر ديفرنشيت تتخصص لأن هي undifferentiated وتديني خلايا كتير أنواع كتير من الكونكتيف تيشو سيلز. ف
عشان كده بنقول وظيفتها is a mother, mother cell, of most, not all. لأن في بعض منهم ما بيطلعوش من undifferentiated cell، هنقولهم واحنا بنذكر بقية cells. لكن معظم خلايا الكونكتيف تيشو بتطلع من الستيم سيلز، تقدر تريجنريت اي واحده منهم. لو حصل في اي خليه منهم ديجنريشن وعددهم قل، تقدر تعوضهم وتنقسم وتتخصص وتديني اذر سيلز. ده بالنسبه لي الاندفرنشيتد ميزينكايمال سيل. الخلايا التانية اللي هنتكلم عنها من الفيكس جروب هي الفايبروبلاست. هنغطي نفس الاربعه ايتمز اللي قلنا عليهم، ولكن الفايبروبلاست فيها بوينت خمسه خاصه بيها. ايه هي؟ انها it is the most common connective tissue cell. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دي اشهر واكتر خليه موجوده في الكونكتيف تيشو، يعني غالبا مش هنلاقي نوع كونكتيف تيشو بروبر هنذكره بعدين مش مفهوش فايبروبلاست. دي نقطه مهمه محتاجين نعرفها ان اديشن للاربع نقط اللي هنذكرهم عن وصف الخليه. طيب النقطه الثانيه او الاولى بقى اللي هي شكل الخليه، ايه سبيندل شيبد برانشد سيل؟ يعني ايه الكلام ده؟ ليها سيل بودي سبيندل شيبد، يعني مغزلي وطالع منه multiple processes خلتها branched. يبقى الوصف الكامل لها it is branched spindle shaped cell. النيوكليس بتاعت الخلية دي بتبقى oval vesicular with prominent nucleus. oval ده شكله، vesicular يعني ايه؟ يعني nucleus active او open face، كل تفاصيلها باينة، جواها النيوكليولس واضحة وبتشافها بسهولة، كمية الاكتف جينز فيها كتيرة، وبالتالي كل دي توصيف للنيوكليس نشيطة، يعني خلية نشيطة، يعني خلية specialized في البرودكشن اوف بروتين. وده الفيزيكولار نيوكليس معناها انها هتطلع كمية مسنجر ار ان اي كتير، الاكتف جينز فيها كتيرة فتطلع مسنجر كتير. تمام، ده بالنسبة للنيوكليس. يبقى النيوكليس بتاعة الفايبر بلوست اوفال فيزيكولار with prominent nucleus. النقطة التالتة وهي السيتوبلازم. السيتوبلازم بتاع الخلية دي بيتميز ان هو بيزوفيليك سيتوبلازم. بيزوفيليك سيتوبلازم زي ما اتفقنا هنترجمها لايه؟ هنترجمها ان هو contain numerous او rich in ribosomes و rough endoplasmic reticulum. هنا الاتنين موجودين، ده معناه ايه؟ معناه ان دي خلية مفرزة للبروتين، بروتين thin sizing cell. يبقى مليان السيتوبلازم بتاعها ribosomes و rough endoplasmic tentic protein، كمان مصاحب لهم صديقهم prominent Golgi apparatus اللي هو ما ينفعش يمشوا من غيره، prominent Golgi عشان يعدل البروتينز ويعمل لها modification ويعمل لها packaging. فده كده على بعضهم دول machinery او دول مصنع انتاج البروتين. وجودهم بكمية كبيرة في اي خلية نسمي الخلية دي protein synthesizing cell. يعني ايه؟ يعني خلية مفرزة او منتجة للبروتين، يبقى فيها كل المقومات اللي محتاجاها انها تبقى protein synthesizing. فيها vesicular nucleus يعني active genes ومسنجر RNA هيطلع، فيها ribosomes ورف endoplasmic تترجمر translation وتديني بروتين، فيها prominent Golgi apparatus، prominent يعني كبير وواضح، prominent Golgi apparatus يعمل modification وpackaging البروتين. فكل ده كده بيقول انها active cell in protein synthesis. طيب ده بالنسبة لي السيتوبلازم. النقطة الرابعة اللي هنتكلم عنها في الفايبروبلاست هي الفانكشن. واحنا نوهنا عنها لما اتكلمنا عن الاستراكشر انها بروتين سينسايزنج سيل، ان هي خليه مفرزه للبروتين. طيب البروتينز اللي هتكونها دي هيطلع منها ايه؟ اول حاجه هتبدا تكون من البروتينز دي ذا كونكتيف تيشو فايبرز اند اذر كومبوننتس اوف كونكتيف تيشو ماتريكس. ده معناه ايه؟ معناه ان الخليه دي هي خليه في الكونكتيف تيشو، وبالاضافه لده هي مسؤوله عن انتاج بقيه الكومبوننتس بتاع الكونكتيف تيشو. يعني الفايبرز هي اللي بتنتجها، الماتريكس هي اللي بتنتجها، فهي خليه very important. وده يفسر احنا ليه قلنا the most common cell present in connective tissue، لان هي مهمه جدا في تركيب الكونكتيف تيشو، ان هي اللي بتكون بقيه المكونات بتاعه. الوظيفه الثانيه هو الهيلينج اوف انجرز. يعني ايه؟ يعني هي مسؤوله عن التئام الجروح. لو حصل انجري لاي شخص، الانجري دي بتخف ازاي او بتلتئم ازاي؟ عن طريق الاكشن اوف فايبروبلاست، انها بتبدا تكون الفايبرز والماتريكس، تملى الجاب او تملى الفجوه اللي في الانجري، وبناء عليها يحصل هيلينج، وفي الاخر بيتبقى سكار تيشو اللي هو الاثر البسيط للجرح لما بيحصله التئام. يبقى دي الوظيفه رقم 2 هيلينج اوف انجرز. الوظيفه رقم 3 هي ان في جروب من الفايبروبلاست بيحصل لها موديفيكيشن. يعني ايه موديفيكيشن؟ يعني تعديل، انها تبقى شبيهه بالسموث ماسل، فتاخد بعض الكرايتيريا من السموث ماسل ونسميها مايو فايبروبلاست. يعني ايه مايو؟ يعني ماسل، وفايبروبلاست اللي هي اسم الخليه. يبقى المايوفايبروبلاست دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن موديفايد فايبروبلاست
similar to smooth muscle في ايه؟ انها كان contract، انها تقدر تنقبض. وبالتالي لو حصل الانجري اللي قلنا عليه من شوية ده، هي بتعمل wound contraction، بتضيق الwound وبتحصل contraction في الادجز بتاعه، فتضيق الجاب اللي موجودة وبالتالي تسرع عملية الهيل. ده بالنسبة للوظيفة الثالثة للفايبروبلاست اللي هي modified to be myofibroblast. النوت الأخيرة دي بتقول لنا بس إن الفايبروبلاست في الجسم ليها two states، ليها active state وهي اللي احنا قاعدين نحكي عنها كل ده، إن هي وهي في الأكتيف ستيت بتبدأ تشتغل وتصنع بروتين وتطلع فايبرز وتعمل ماتريكس أنسو. ده أون نيد لو الجسم محتاج ده. طيب لو الجسم مفيش إنجري، مفيش نيد لنيو كومبوننت لنيو فورميشن للكونكتيف تيشو، الفايبروبلاست بتبقى موجودة في حالة بنسميها كويسنت أور ليس أكتيف ستيت، خاملة شوية وستيل موجودة لكن في حالة خمول لغاية ما يحصل لها ستيميوليشن وأكتيفيشن لو الجسم بدأ يحتاج وظيفتها. تمام، ده بالنسبة للفايبروبلاست. الصورة دي صورة light microscopic image للفايبروبلاست، كل الخلايا اللي احنا شايفينها والنيوكلياي اللي لونها ازرق دي، these are the fibroblast موجودة في الconnective tissue بين الفايبرز وبعضها. يبقى دي صورة الفايبروبلاست في اللايت مايكروسكوب. الخلايا اللي بعد كده هي الاديبوسل. الاديبوسل اول حاجة هنتكلم عن شكلها. شكلها ايه؟ هي اوفال سيل زي ما احنا شايفين في الصوره كده، this is oval shaped cell. ولكن الاوفال سيل دي ليها كاركتر خاصه بيها قوي. ايه هي؟ ان الخليه دي من اسمها، هي اسمها اديبوز او ساعات بنسميها فات سيل او ساعات بنسميها اديبوسايت. ليه؟ لان هي خليه كل شغلانتها في الحياه انها تخزن دهون، فتبدا تحوش جواها الدهون وتتخزن تتخزن تتخزن لغايه اما تملى السيتوبلازم كله، ما عادش في حته في السيتوبلازم ما فيهاش دهون، فتكون لي لارج سنجل فات جلوبيول كبيره قوي ماليه السيتوبلازم لدرجه انها كمان بوشينج ذا نيوكليس تو وان سايد، تزق في النيوكليس لغايه ما تخليها على الطرف خالص. يبقى ده شكل كاركترستيك قوي للاديبوز او الفات سيل. ايه هو؟ انها اوفال سيل هافينج لارج فات جلوبيول بوشينج ذا نيوكليس تو وان سايد، بيضغط النيوكليس خالص لغايه ما تبقى في الطرف. ده بالنسبه لشكلها. يبقى احنا قلنا النيوكليس اهو في وسط الكلام، النيوكليس بتاعتها فين؟ بريفرال يعني على الطرف، وفلاتند مضغوطه او مبططه خالص نتيجه الكومبريشن اللي حصلت بالفات اللي موجود في السيتوبلازم. ده دايجرام تاني للفات سيل اهو يقرب لي الصوره اكتر. كل الكور اللي لونها اصفر اللي احنا شايفينها دي، ذيس از ذا لارج ليبيد جلوبيول موجوده جوه السيتوبلازم او موجوده في السيتوبلازم، فهي من كتر ما هي كبيره قوي هي ضغط السيتوبلازم كل المكونات الباقيه اللي هي الاورجانيلز والنيوكليس بقت pushed to one side على جنب واحد اهي. الحمرة دي representing the nucleus، النيوكليس نفسها بقت peripheral وبقت مضغوطة خالص في latent inchi. ده بالنسبة لي النيوكليس. طب النقطة الثالثة ده cytoplasm. السيتوبلازم بتاعها هنتكلم فيه عن كذا stain، لانه بالH and E الفات ده بيدوب بيحصل له dissolution. يعني انا لما بسبغ H and E بستخدم organic solvents بتدوب الدهون، فيحصل ايه؟ يحصل ان الفات ده كله يدوب مع التحضير ويدوب مع الستيننج. فلما اجي اصور السل بعد ما سبقتها بالاتش اند اي الاقيها عباره عن ايه؟ عباره عن اوفال سيل وفيها جواها سنجل لارج كافيتي فاضي بقى لان ما عادش فيه فات، والنيوكليس بتاعتها على الطرف. فاللي وصف الشكل ده شبهه بشكل الخاتم اللي له فص واحد، فتسمى سيجنت رينج ابييرنس. يبقى كلمه سيجنت رينج ابييرنس معناها ايه؟ معناها ان الخليه ليها ثين بوردر والسيتوبلازم بتاعها فاضي امتي سبيس في النص لانه ما عادش فيه فات هو داب، والنيوكليس على الطرف شبه الفص بتاع الخاتم فتسمت سيجنت رينج ابييرنس. يبقى شكل الاديبوس سيل باللايت مايكروسكوب اتش اند اي سيجنت رينج ابييرنس، وعرفنا ليه. طب الفات اللي داب ده بقى عايزين نشوفه، احنا عايزين نصبغه هو ونشوفه ما يدوبش مننا، نعمل ايه؟ نستخدم سبيشال ستينز مخصوصه للفات. زي مين؟ زي السودان 3. السودان 3 دي سبيشال ستين للفات بتصبغه لون اورنج كلر. طب ايه كمان؟ في عندي ستين كمان اسمها سودان بلاك، وفي كمان واحده اسمها اوزميك اسيد، الاثنين بيدوا لون بلاك كلر. يبقى انا عندي تو سبيشال ستينز اهم للليبد، نفتكرهم كويس ان دول بقى هشوف فيهم الليبد نفسه مش هيدوب ولا حاجه، هيبقى مصبوغ وموجود. ايه هما؟ سودان 3 بتدي اورنج كلر، سودان بلاك بتدي بلاك كلر. النقطه الاخيره هي الفانكشن، واحنا قلنا الوظيفه برضو ضمنا دلوقتي ان الفات سيل بتعمل ايه؟ بتخزن فات. يبقى storage of extra energy اللي هو اي طاقه زايده في الجسم في صوره دهون بتخزنها جواها لوقت الحاجه. طب ايه كمان؟
ليها وظيفة تانية وهي الهيت انسوليشن. يعني ايه هيت انسوليشن؟ يعني العزل الحرارة جوه الجسم، فتحافظ على حرارة الجسم وما يحصلش هيت لوس. ده بالنسبة لي وظيفة الفاتسل. ده شكل الفاتسل اهي باللايت مايكروسكوب اتش اند اي ستين. زي ما قلنا سيجنت رينج ابيرنس كلها عبارة عن فراغات بيضة كبيرة فاضية، ان الفات داب والبوردر بتاع السيل بس، والنيوكليس على جنب اهي، النيوكليس اللي هي الثين نيوكليس دي. This is the flattened peripheral nucleus اللي موجودة على الطرف بتاع الخلية. يبقى ده شكل signeting of fat cell. ده شكلها، ولكن stand by Sudan 3 فظاهر هنا lipid droplets كتيرة صغيرة دي. دي عبارة عن الفات stand with orange color بالسودان 3. والصورة التالتة دي صورة للفات برضو stand by osmic acid أو سودان بلاك، الاتنين بيدوا لون بلاك color. فكل الحاجات الصورة اللي شايفينها دي these are the fat droplets أو fat stained with stained black with osmic acid أو sodium black. الخلية اللي بعد كده هي الماست سيل، وزي ما اتفقنا في نفس البوينتس هنقولها تاني. شكل الخلية ايه؟ oval cell. يبقى شكلها بيضاوية اهي، لكن ليها processes صغيرة، few processes قليلة وشورت، عشان كده ما قلتش انها branched. الprocesses few and short processes فاحنا هنذكرها، لكن شكل الخلية الاوتلاين بتاعها oval cell. النيوكليس بتاعتها بتبقى rounded and central in position. يبقى ده النقطة رقم 2. النقطة رقم 3 ان السيتوبلازم بتاعها contain large basophilic granules. يعني السيتوبلازم بيزوفيليك؟ اه بيزوفيليك. لكن ايه الفرق بينه وبين البيزوفيليا اللي ذكرناها في الفايبر بلاست مثلا؟ ان الفايبر بلاست البيزوفيليا بتاعتها ديفيوز، كل السيتوبلازم لونه ازرق، لكن هنا البيزوفيليا ريستريكتد لجرانيولز، الحبيبات موجوده في السيتوبلازم اللي هي الكور الزرقاء اللي شايفينها في الصوره دي، فدي هي اللي مخليه السيتوبلازم بيزوفيلي. فمهم ان احنا نذكرها انها ايه؟ كونتين بيزوفيليك جرانيولز، ما نقولش السيتوبلازم بيزوفيليك وبس، لان ده مش معناها ان فيها راف اندوبلازميك ورايبوزومز، لا ده فيها جرانيولز، والجرانيولز هي اللي لونها ازرق. طيب ليها سبيشالستين؟ اه لها. اقدر اصبغها ميتاكروماتيكالي بستين اسمها تريبان بلو. التريبان بلو دي من اسمها كده لونها ايه؟ لونها ازرق. لما بصبغ الماست سيل بالتريبان بلو بتديني لون ريدش بيرك، يعني موف محمر. طب ازاي ده؟ دي خاصيه بتبقى موجوده في بعض التيشوز او بعض الخلايا بسميها خاصيه الميتاكروميزيا او ظاهره الميتاكروميزيا. الظاهره دي معناها ببساطه ان انا بستخدم ستين ليها لون، احطها على التيشو يطلع لي لون تاني مختلف عن اللون بتاع الاوريجينال كولر اوف ذا ستين. ده بتحصل نتيجه كيميكال رياكشن بين الستين وبين الجرانيولز اللي في السيتوبلازم بتاع الماست سيل، فينتج عن ده تغيير في لون الستين. يبقى دي خاصيه جديده اهي شفناها، خاصية الميتاكروماتيك ستين او الميتاكرومات يعني سبيشال ستين هنعتبرها للماست سيل، انها لما بسبوقها بالتريبان بلو اللي لونه ازرق السيتوبلازم بتاعها هيظهر لونه ريدش بيربل او بنفسجي محمر. النقطة الرابعة والأخيرة من الماست سيل هي الفانكشن، وظيفتها ايه؟ الجرانيولز اللي احنا بنقول عليها في السيتوبلازم دي مليانة تو سبستنسز، مادتين. أول واحدة منهم اللي هي اسمها هيستامين. مين الهيستامين ده؟ This is the substance of allergy. دي المادة المسؤولة عن الحساسية. أي allergic reaction بيحصل في الجسم نتيجة التعرض لمادة الشخص ده عنده حساسية منها بيبقى نتيجة إفراز الهيستامين ده من الماست سيل. يبقى دي رقم واحد. رقم اتنين بتفرز كمان هيبرين. إيه الهيبرين ده؟ ده أنتي كواجولانت، ده substance بتمنع الكواجوليشن أوف بلاد وبتحافظ على البلاد سوليبيليتي أو بتحافظ على السيولة بتاعة الدم وبتمنع التجلط. يبقى ده بالنسبة لوظيفة الماست سيل، انها بتفرز هيستامين وهيبارين. نيجي للمجموعه الثانيه من الكونكتيف تيشو سيلز وهي الفري جروب. احنا اتفقنا ان الفري جروب بيشمل ثلاث خلايا اللي هم بلازما سيل وماكروفاج، ومعانا جروب اوف وايت بلاد سيلز اللي هي كرات الدم البيضاء برضو ممكن اشوفها في الكونكتيف تيشو واعتبرها فري سيلز، لكن دول مش مكان ذكرهم بالتفصيل النهارده، احنا هنذكرهم بعدين ان شاء الله لما ندرس البلاد. لكن احنا ستريسنج النهارده على مين؟ على تو سيلز دول اللي هما البلازما سيل والماكروفاج. اول واحده منهم هي البلازما سيل. البلازما سيل لما نتكلم عنها هنغطي نفس الاربع نقط اللي احنا اتفقنا عليهم، لكن هي كمان ليها نقطه زياده زي ما قلنا في الفايبروبلاست. ايه هي؟ انها الاوريجين بتاعها مختلف. الخلايا بتاعت الكونكتيف تيشو اللي ذكرناها لغايه دلوقتي كلها اوريجينيتنج من مين؟ من ماذر سيل اللي هي undifferentiated mesenchymal cell. لكن البلازما سيل بقى لا، البلازما سيل بتطلع من اكتيفيشن لخليه تانية بسميها بي ليمفوسايت، ودي موجوده في الليمفاتيك اورجانز.
فلما يحصل البي لينفوسايت اكتيفيشن تديني مين؟ بلازما سيل. يبقى اذا الاوريجين بتاع البلازما سيل اوريجينيت فروم بي لينفوسايت. يبقى ده النقطه الجديده او المختلفه لها والكاركترستيك للبلازما سيل. نيجي بقى للاربع نقط اللي اتفقنا عليه. اول حاجه شكل الخليه ايه؟ اوفال سيل، يبقى شكلها بيضاويه اهو زي ما احنا شايفين في الدياجرام ده. تاني حاجه النيوكليس بتاعتها راوندد اكسنتريك فيزيكولار نيوكليس، وساعات بنسميها كارتويل عشان شكل الديستريبيوشن بتاع الكروماتين جواه. الكرايتيريا دي بتفكرني بمين؟ مين شفناها من شويه كانت كده برضو الفايبر بلس، هي كمان كان ليها فيزيكولار نيوكليس وبروميننت نيوكليولز. يبقى الاثنين بيشتركوا ان هما الاثنين خلايا نشطه اكتيف سيل. طيب النقطه الثالثه السيتوبلازم شكله ايه؟ دي بيزوفيليك سيتوبلازم، يعني هو مش بيزوفيليك بس، ده بيزوفيليك ودي يعني غامق. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان هو برضو ريتش ان رايبوزومز راف اندوبلازميك ريتيكولم وبروميننت جولجي تاني اهم ماشينري او مصنع انتاج البروتين، فهي كمان نعتبرها ايه؟ بروتين سينسايزنج سيل. يبقى برضو شبه الفايبر بلاست في النقطه دي، انها ريتش ان كل الاورجانيلز اللي محتاجينها لانتاج البروتين موجوده وبكثره، وبالتالي الخليه دي سبيشالايزد ان ايه؟ بروتين سينثيسيس. البروتين اللي بيطلع هنا بقى بيكون لي ايه؟ بيكون انتي بوديز. يبقى الفانكشن بتاعت البلازما سيل السكريشن اوف انتي بوديز، اللي هي الاجسام المضاده. الاجسام المضاده دي هي بتعمل ديفنس ميكانيزم، بتهاجم اي انتيجين بيحاول يدخل الجسم او يضره وتكسره، ودي طريقه من طرق الاميونتي بسميها هيومرال اميونتي. يبقى وظيفه البلازما سيل ايه؟ برودكشن او سكريشن اوف انتي بوديز، اللي هي بتهاجم الانتيجينز او الاجسام الغريبه او البكتيريا وتموتها. ده بالنسبه للبلازما سيل. دي صورة البلازما سيل باللايت مايكروسكوب. كل الخلايا اللي احنا شايفينها في الصورة دي these are plasma cells كتير اهي، كلهم ليهم نفس المواصفات، انهم ليهم vesicular nucleus. ادي النيوكليولس بتقول انا موجودة اهو، واضحة جدا شايفين. كل دول are prominent nucleoli، يعني دي vesicular nucleus. السيتوبلازم دي بيزوفيليك ازرق لونه غامق، وفي بقعة بهتانة كده جنب النيوكليس شايفينها اللي بيشاور عليها السهم دي، دي مين؟ الحتة البهتانة في السيتوبلازم الغامق دي مين؟ دي نيجاتيف جولجي ايمج. يعني ايه؟ يعني مكان وجود جولجي في السيتوبلازم. ببساطه جولجي ده ما عليهوش رايبوزومز، فلما اصبغ السيتوبلازم بالبيزيك ستين او بالهيماتوكسلين كله هياخد ازرق علشان فيه رايبوزومز كتير. طب الحته بتاعت جولجي فيها رايبوزومز؟ لا ما فيهاش. هل تاخد ستين؟ لا ما تاخدش. فتبان شكلها ايه؟ تبان بقع بهتانه في سيتوبلازم دي بيزوفيلك. البقعه البهتانه دي بعدين لما اتصبغت بستينز ثانيه وجدوا انها مكان وجود جولجي، فعشان كده سميناها ايه؟ نيجاتيف جولجي. نيجاتيف ليه؟ لان انا مش شايفاه، انا مش شايفه جولجي بعين، لكن هو ده مكان وجوده في السيتوبلازم، وعشان هو ما عليهوش رايبوزومز بتبان لونها بات او ما بتاخدش ستينز دي بيزوفيلك زي بقيه السيتوبلازم. ده بالنسبه لشكل البلازما سيل بي اللايت مايكروسكوب. الخليه الاخيره معانا هي خليه الماكروفاج. والماكروفاج دي ليها اسم تاني كاركترستيك للماكروفاج اوف كونكتيف تيشو بالذات اسمها هيستيوسايت. يبقى اذا الماكروفاج اسم عام، اي خليه في الجسم فاجوسيتك بسميها ماكروفاج في اي مكان، لكن لو انا قلت هيستيوسايت يبقى ده انا خصصت ماكروفاج اوف كونكتيف تيشو. يبقى الماكروفاج اوف كونكتيف تيشو بسميها ايه؟ بسميها هيستيوسايت. طيب ايه البوينتس اللي هغطي فيها الماكروفاج او هوصفها بيها؟ برضو هي كمان ليها بوينت جديده بتاعتها، اللي هي ايه؟ ان هي كمان الاوريجن بتاعها مختلف، مش بتطلع من الاندفرنشيتد ميزينكايمال سيل، ولكن بتطلع منين؟ من البلاد مونوسايت. يبقى دي الخليه رقم 2 عندنا في الكونكتيف تيشو سيلز، ما بتطلعش من الاندفرنشيتد ميزينكايمال سيل، ليها اتس اون اوريجن، ليها اوريجن مخصوص بتاعها. البلازما سيل قلنا من البي لينفوسايت، الماكروفاج من البلاد مونوسايت. يبقى ده بوينت جديده او كاركترستيك برضو هنذكرها قبل الاربع نقط اللي احنا متفقين عليه. طب نيجي بقى للنقط الاساسيه بتاعتنا. شكل الخليه ايه؟ large branched cell with multiple processes، زي ما احنا شايفينها في الصوره كده، دي الخليه اهي وليها دراعات كتير بنسميها بروسيس او ساعات بنسميها سودوبوديا. البروسيسز دي كتير زي ما احنا شايفين، فعشان كده وصلناها انها branched cell. ده شكلها. النيوكليس بتاعتها small eccentric and oval nucleus. يبقى شكل النيوكليس هنا فيها ايه؟ small eccentric and oval، وساعات ممكن تظهر kidney shaped nucleus في بعض الخلايا. يبقى النيوكليس ممكن تبقى اوفال وممكن تبقى كيدني شيبد نيوكليس. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه السيتوبلازم بتاعها شكله ايه؟ اتس بيزوفيليك، يعني هو بيزوفيليك ولكن بهتان
فمش مش هقدر اقول بقى بالبيزوفيلك ده ان هو ريتش ان رايبوزومز وكل اللي اتفقنا عليه، لا، هي دي مبخليه ما بتكونش بروتينز، والسيتوبلازم بتاعها لونه باهت ازرق ولكن لونه باهت. طيب وظيفتها ايه؟ دايما دايما نفتكر ماكروفاج نفتكر فاجوسايتوزس على طول، يبقى الوظيفه في كلمه واحده فاجوسايتوزس، دي خليه كل شغلانتها في الحياه انها تقابل اي فورين بادي فتاكله وتعمل له دايجيشن وتكسره جواه. يبقى بتعمل ايه الماكروفاج؟ فاجوسايتوزس اوف اني فورين بادي زي البكتيريا شكل دي كده، دي في الصوره دي، ذيس ار بكتيريا، هي بتحوطها بدراعتها وتاكلها وتبلعها جواها، والسيتوبلازم بتاعها مليان لايزوزومز علشان تكسر الفورين باديز دي. يبقى ده بالنسبه للماكروفاج والكرايتيريا بتاعتها. دي صوره للماكروفاج باللايت مايكروسكوب. زي ما احنا شايفين الخليه اهي ليها بروسيسز، كل دي ذيس ار ذا مالتيبل بروسيسز اللي طالعه من الخليه، فكل دول ذيس ار دي ماكروفاجز اندر ذا لايت مايكروسكوب. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع المحاضره الثانيه او الجزء الثاني من الكونكتيف تيشو. هفكركم باللي اخدناه في المحاضره اللي فاتت، ان احنا كان عندنا مين ليرنينج اوتكمز، غطينا منهم كومبوننتس اوف كونكتيف تيشو بروبر، واتكلمنا عن الديفرنت تايبس اوف كونكتيف تيشو سيلز والفرق بينها وكل كاركتر كل خليه فيهم. النهارده ان شاء الله احنا هنغطي في الليكتشر الثانيه دي كونكتيف تيشو ماتريكس كومبوننتس، ايه مكونات الماتريكس، وهنتكلم عن المكونات دي بالتفصيل اللي هي انواع الكونكتيف تيشو فايبرز ومكونات دي جراوند سبستنس. هنبدا باول اوبجكتيف منهم اللي هو وات ار دي كومبوننتس اوف كونكتيف تيشو ماتريكس. بالنسبه للكونكتيف تيشو ماتريكس ده بيتكون من تو مين كومبوننتس زي ما احنا قلنا، بيتكون من فايبرس كومبوننت ده المكون الاول، ومن اسمه فايبرس يعني عباره عن فايبرز. انواع الفايبرز اللي موجوده في الكونكتيف تيشو ماتريكس ثلاث انواع، اولهم كولاجين فايبر، والتاني اسمه الاستيك فايبر، والثالث والاخير اسمه ريتيكولار فايبر. يبقى دول الثلاث مكونات او الثلاث انواع للفايبرز اللي موجودين. المكون الثاني عندي من الماتريكس بسميه الجراوند سبستنس، وده هو الماده اللي بتعمل فيلينج لكل الفراغات بين الفايبرز وبين السيل وبعضها في الكونكتيف تيشو. مميزاتها ايه الماده دي؟ الجراوند سبستنس اوف كونكتيف تيشو بتتميز انها هايلي هايدريتد، ده معناه ان فيها كميه فلويدز كبيره، ترانسبرنت شفافه، كومبلكس ميكستشر اوف 3 ميجر كاينز اوف مايكرو مولكيولز، انها بتتكون من ثلاث مكونات اساسيه او 3 تايبس اوف مايكرو مولكيولز اللي هم مين؟ اول واحد منهم اسمه جاجز اللي هو جلايكولز امينو جلايكينز، النوع الثاني اسمه بروتيو جلايكينز، النوع الثالث والاخير اسمه مالتي اديزيف جلايكوبروتينز. يبقى دول الثلاث مكونات او الثلاث مواد اللي بيتكون منهم الجراوند سبستنس ان اديشن تو الفلويدز اللي هي نخليها هايلي هايدريتد. طيب نبدا المكون الاول اللي هو تو ديفرنشيت بتوين دي كونكتيف تيشو فايبرز، ايه انواع الفايبرز والفروق بينها ايه؟ زي ما اتفقنا احنا عندنا 3 تايبس اوف فايبرز، اول نوع اسمه وايت كولاجين، النوع الثاني اسمه يلو الاستيك، والنوع الثالث اسمه ريتيكولار فايبرز. هنبدا باول نوع اللي هو الوايت كولاجين فايبرز. طيب من اسمه بس كده وايت كولاجين، ايه الكرايتيريا اللي ممكن نستنتجها؟ اول حاجه هو اسمه وايت. طب ليه اسمه وايت؟ لان ان فريش ستيت لو انا جبت عينه من الوايت كولاجينس فايبرز فريش بلاقي لونها ابيض، فده سر تسميته وايت كولاجين فايبرز. يبقى تسمى وايت ليه؟ لانه ان فريش ستيت ابير وايت. الكاركتر الثانيه ان هو سترونج فايبرز اند ريزيستنت تو ستريتش. يعني ايه؟ يعني لو احنا حاولنا نشدها او نمطها الفايبر دي ما بتتمطش، فهي ريزيستنج ستريتش. تمام. الكاركتر الثالثه ان الكومبوننت او الفايبرز دي بتتكون من بروتين اسمه كولاجين بروتين، وده سر تسميتها باسم كولاجين، ان هي عباره عن كولاجين بروتين، والبروتين ده هو بيعتبر the most abundant protein in the body. يبقى من اكتر البروتينز الموجوده في الجسم في تيشوز كتيره جدا هو الكولاجين بروتين. وجدوا انه في انواع كتير من الكولاجين فايبرز up to 28 types، يعني في لغايه 28 نوع different types of collagen fibers، ففي منها varieties كتيرة ب different sites موجودة فيها. ده شكل الكولاجين فايبر تحت اللايت مايكروسكوب اهو. توصيفها ايه؟ باللايت مايكروسكوب بلاقي ان الكولاجين فايبرز
بالشكل ده بتظهر في صورة wavy thick fibers. والفايبرز في بعض الأنواع منها ما بتمشيش separate، ما بتمشيش fiber fiber لوحدها، بتعمل bundle يعني حزمة، يعني مجموعة من الفايبرز مشت سوا زي دي كده. فالبندل هي كمان بتبقى wavy، يبقى دي اهي these are wavy bundles. بتتكون من ايه؟ بتتكون من wavy thick fibers. يبقى ده شكل الكولاجين فايبرز باي ذا لايف مايكروسكوب. طب بالنسبه للصبغات، الصوره دي مصبوغه اتش ان دي، هو واضح ان الكولاجين فيها واخده لون اليوسين اللي هو اللون الاحمر او البينك، عشان كده هنوصفها بكلمه ايه؟ اسيدو فاتي. يبقى باي اتش ان دي هيماتوكسلين اند يوسين ستين كولاجين فايبرز ابير اسيدو فاتي لونها احمر او بينك. طيب هل ليها سبيشال ستينز ثانيه؟ ايوه لها، زي المالوري ترايكروم ستين، دي صبغة مخصوص للكولاجين بتصبغها لون بلو. يبقى دي مالوري ترايكروم، دي سبيشال ستين فور كولاجين، بتدي لون بلو كولر. في ستين كمان اسمها فان جيزون ستين، الفان جيزون برضو سبيشال ستين للكولاجين بس بتصبغه لون ريد. يبقى أنا عندي دلوقتي تلاتة ستينز بنذكرهم لما نتكلم عن الكولاجين. اتش اند اي دي الروتين لازم نذكرها أول واحدة، وهنا في الكولاجين بتدي بتاخد لون اسيدوفيل، ومعاها تو سبيشال ستينز نفتكرهم كويس، مالوري ترايكروم بتدي لون بلو، وفان جيزون بتدي لون ريد. دي صوره للوايت كولاجين فايبرز اهي، دي كمان صوره. كل اللون الازرق اللي في الصورتين ده، كل دي وكل دي، ذيس ار كولاجين فايبرز ستيند وذ مالوري ترايكروم، عشان كده ظاهره باللون الازرق زي ما احنا شايفينها كده، دي سبيشال ستيند وذ مالوري ستين. النوع التاني من الفايبرز اللي معانا هو اليلو إلاستيك فايبرز، برضو زي ما علقنا على الوايت كولاجين هنعلق على اليلو إلاستيك. اتسمت يلو ليه؟ عشان برضو لونها في الفريش ستيت بيبقى يلو كارت. طب اتسمت إلاستيك ليه؟ لأنها رابر لايك، يعني زي المطاطة، could be stretched but recoil after stretch release. يعني ايه؟ يعني اما نيجي نشدها بتتشد معانا، ولما نريليز الستريتش ده نسيبها تروح ترجع لطولها تاني. يبقى هي could be stretched and recoil after stretching، دي property للإلاستيك فايبر تفرقها وتميزها عن الكولاجين فايبر، إن الكولاجين فايبر cannot be stretched. هناك قلنا إن بيتكون من كولاجين بروتين، هنا عندي الإلاستيك فايبرز بتتكون من إلاستين بروتين. يبقى ده البروتين الخام أو المادة الماتيريال اللي بيتكون منها الإلاستيك فايبرز. الصورة دي للإلاستيك فايبرز باللايت مايكروسكوب زي ما احنا شايفينها كده، فوصفها ايه؟ باللايت مايكروسكوب appear as straight thin branched fibers. يعني ايه؟ يعني عكس الكولاجين تمام، straight و thin fibers، التانية كانت thick. branched fiber معناها ان الفايبر بتمشي لوحدها ما بتعملش bundles، والفايبر لوحدها تقدر تنقسم ويحصل فيها branching زي الصورة دي. دي شكلها هي بالهيماتوكسين and eosin مسبوغة بال H&E under the light microscope. كل الحاجات الأحمر الرفيعة دي these are the elastic fibers، بتبقى acidophilic اهي H&E، يبقى زيها زي مين؟ زي الكولاجين. يبقى دي نقطة مشتركة ان الاتنين بيتصبغوا acidophilic بال H&E، فبالتالي كلون ما اقدرش افرق الكولاجين من الإلاستيك H&E باللون، مش بالشكل الفايبرز او بمظهرها، لا انا بتكلم على just درجة اللون، الاتنين بيبقوا acidophilic بال H&E. تمام، لكن واضح هنا الفرق في الشكل، ان هناك كانت في ويفي باندلز تخينه وكبيره، هنا thin fibers و straight، بعض منها بيحصل فيها الكويلنج، ده بيبقى نتيجه فصل العينه من مكانها عشان احنا قطعناها، فممكن يحصل فيها الرينكلينج ده، لكن هي نورمالي in the body بتبقى straight fibers. تاني حاجه البرانشنج زي ما احنا شايفين، بصوا كده لو دققنا هنلاقي بعض الفايبرز بيحصل فيها انقسام، ده This is the branching property of the elastic fibers، إن الفايبر تقدر تنقسم لوحدها. طيب زي ما ذكرنا special stains هناك، نذكر special stains هنا. إيه special stains للإلاستيك فايبرز؟ عندي واحدة اسمها فيرهايف ستين، والفيرهايف دي بتصبغ الإلاستيك فايبر لون أسود، فبتبقى black colored fibers. وفان جيزون تاني، يس فان جيزون تاني بتصبغ الإلاستيك فايبرز برضو، ولكن اعتبرناها special stain دي لأنها بتدي two different colors. هناك في الكولاجين ادت لون أحمر، فالكولاجين فايبرز بالفانجيزون بتبان ريد، لكن هنا ادت لون أصفر، إن يعني ده معناه إن الإلاستيك فايبرز لما صبغها فانجيزون بتبان لونها أصفر.
دي صورة الإلاستيك فايبرز with very high stain. واضح هنا كل الفايبرز لونها أسود دي. These are the elastic fibers stained black with very high stain. ودي صورتها لنفس الإلاستيك فايبرز ولكن stained بالفانجيزون، فظهر هنا الفايبرز لونها أصفر. يبقى these are the elastic fibers stained with vanjizun stain. ده بالنسبة للإلاستيك فايبرز. النوع الثالث من الفايبرز هو الريتاكولار فايبرز، وبرضو زي ما اتفقنا ان احنا بنحاول من الاسم نستنتج الكرايتيريا. ليه اتسمت ريتاكولار؟ لان ببساطة النوع ده called reticular as they form a network or reticulum. يعني ايه؟ يعني النوع ده من الفايبرز بيبقى فيحصل فيه branching وانستموزنج كتير، يعني بيتفرع وبيتجمع وبيتفرع وبيتجمع، بيديني في الاخر منظر شبكة network او reticulum، وده سر تسميته ايه؟ reticular fibers. regarding البروتين اللي فيه، ده بيتكون من نوع من انواع الكولاجين اسمه كولاجين تايب 3. احنا اتفقنا ان عندنا كولاجين انواع كتير up to 28 نوع، ففي نوع منهم اللي هو كولاجين رقم 3 او كولاجين تايب 3، ده البروتين اللي بيكون الريتيكولار فايبرز. شكلها باللايت مايكروسكوب زي ما لسه قايلين انها عباره عن ريتيكولم، شبكه من very thin fibers، يعني مش thin بس، لا very thin يعني ارفع من الالاستيك كمان. يبقى لو احنا رتبناهم كده according to the thickness، اكبرهم او ادخلهم هو الكولاجين، يليها الالاستيك thin ويليها الريتيكولار very thin. هاي الاسود ده كله all these fibers are reticular fibers very thin branching and anastomosing، كلها متفرعة ومتجمعة كتير كتير لغاية ما ادتني شكل الشبكة اللي احنا شايفينها في الصورة دي. يبقى دي branching and anastomose to form delicate network. ده بالنسبة لشكلها باللايت مايكروسكوب. طب برضو بالنسبة للستينز، احنا اتفقنا ان احنا بنذكر الستينز بالترتيب، اولهم ال H&E الروتين بتاعتنا، ويليها لو في special stains نذكر. طيب بالنسبة للريتيكولار، by H&E they are not stained at all، يعني ما بتتشافش، اه ما بتتشافش خالص. يبقى لو انا صبغة اي تشو جواه reticular fibers H&E، الريتيكولار فايبرز ما بتتسببش. طب يبقى بالتالي انا عايزة اشوفها، اعمل ايه؟ ادور على special stain تصبغها زي silver stain. السيلفر ستين بيصبغ الريتيكولار فايبرز بلاك زي اللي احنا شايفينها في الصورة دي. كل البلاك فايبرز اللي لونها اسود دي these are reticular fibers stained with silver stain. فساعات بيوصفوها بكلمة أرجيروفيليك انها بتحب السيلفر. أرجيرو دي يعني سيلفر ستين، وفيليك يعني لايت. يبقى أرجيروفيليك دي معناها انها فايبرز stained with silver stain وبيظهر لونها ايه؟ لونها اسود. الصبغة الثالثة بتاعت الـ reticular fibers هي الـ PAS، والـ PAS دي one of the special stains for carbohydrates. في جزء من الـ reticular fibers chemically عبارة عن carbohydrates، فعشان كده هي برضو بتاخد PAS positive، بتتصبغ بالـ PAS وتدي لون magenta color اللي هو اللون الخرموزي. يبقى إذا الـ reticular fibers ما بتتشافش خالص H&E، مش زي الكولاجين والإلاستيك، لكن أقدر أشوفها silver بيظهر لونها black زي الصورة دي، او اشوفها بالبي اس ويظهر لونها ماجنتا كلر. الجدول ده انا حاولت اجمع لكم فيه الثلاث انواع من الفايبرز والفروق بينها عشان يبقى سهل عليكم تراجعوها. فاحنا هنقارن بينهم اكوردنج الاي، اكوردنج للنيمينج اتسمى كده ليه، الكاركترز ايه مواصفاته، ستراكشر البروتين اللي بيكونه، ابييرنس شكله باللايت مايكروسكوب ايه، واخيرا الستينز الديفرنت ستينز اللي تصبغ. فلو احنا بدانا بالكولاجين احنا سميناه وايت علشان هو وايت ان فريش ستيت، الالاستيك اسمه يلو علشان هو يلو ان فريش ستيت، والريتيكولار اتسمى ريتيكولار عشان دي فور نتو. بالنسبه للكاركترز توصيف او مواصفات كل نوع، الكولاجين بيبقى بيتميز ان هو سترونج فايبرز اند ريزيستنج ستريتش، يعني ما بيتمطش، بعكس الالاستيك اتز رابر لايك زي المطاط بيتشد ويرجع تاني، لكن الريتيكولار برضو بيتميز ان هو بيعمل لي ريتيكولار. بالنسبة للبروتين كومبوننت، البروتين اللي بيكون الكولاجين هو الكولاجين بروتين، البروتين اللي بيكون الإلاستيك هو الإلاستين بروتين، والبروتين اللي بيتكون منه الريتيكولار فايبرز هو الكولاجين تايب 3. بالنسبة لشكلها تحت اللايت مايكروسكوب، الأبيرنس بتاعها قلنا الكولاجين فايبرز بتبقى thick wavy fibers وmay form bundles، وبرضه بتبقى wavy bundles. هنا بالنسبة للبرانشنج، الفايبر الواحدة ما بتنقسمش خالص، بتفضل ماشية بطولها زي ما هي
لكن ساعات نلاقي ان بيحصل فيه برانشنج في البندلز. يبقى البرانشنج هنا بيحصل في مين؟ في البندلز بس، لكن الفايبرز كانت برانش. بالنسبه للالاستيك قلنا الالاستيك ان هي they are thin straight branched fibers، يبقى هنا بيحصل البرانشنج على مستوى مين؟ على مستوى الفايبر الواحده. الفايبر الواحده بتقدر تنقسم، وبنلاقي ان في بعض الاماكن اللي فيها الالاستيك ريتش فايبرز زي الول اوف ارتريز مثلا، جدران الشرايين، بيبقى بتعمل فينستريتد ممبرين، طبقه كامله من الالاستيك فايبر بنسميها فينستريتد ممبرين، هنذكرها بعدين لما نيجي ناخد الفاسكولار ان شاء الله. بالنسبه للريتيكولار فايبرز دي بشكلها تحت الميكروسكوب انها فيري ثين فايبرز برانشنج اند انستموزنج كتير كتير عشان تعمل لي في الاخر شكل نتورك. نيجي للستيننج، اتفقنا ان اول ستين هنذكرها في الكل هي الاتش اند اي. الاتش اند اي في الكولاجين والالاستيك اسيدوفيل، اتش اند اي في الريتيكولار نوت ستين. بعد كده هنذكر اتنين سبيشال ستين لكل نوع، فهنا الاتنين بتوع الكولاجين مالوري وفانجيزو. المالوري بتدي لون بلو والفانجيزو بتدي لون ريد. بالنسبه للالاستيك التو سبيشال ستينز اللي عندي فير هايف بتدي لون بلاك وفانجيزون تاني، يبقى دي مشترك اهي عشان ما ننساهاش، نفتكر ان الفانجيزون في الاثنين بس الفرق ايه؟ في اللون. الكولاجين بيبقى لونه ريد والالاستيك بيبقى لونه يالو. بالنسبه للسبيشال ستينز في الريتيكولار برضو عندي اتنين، السيلفر بتدي لون بلاك والبي اي اس بتدي لون ماجنتا كلر. ده بالنسبه للفايبرز والفرق بينهم. الأوبجكتيف اللي بعد كده هو الكومبوننتس اوف ذا جراوند سبستنس. الجراوند سبستنس هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن السبستنس او البورت اوف ذا ماتريكس which occupy the spaces between cells and fiber. يعني ايه؟ يعني المادة اللي بتملى الفراغات ما بين السيلز والفايبرز هي دي هي الجراوند سبستنس. زيها زي السيتوبلازم كده، زي الفلويد اللي بيملى الخلية من جوه ويملى مكان ويملى بين الأورجانيلز، هو شبيه له، هو الجراوند سبستنس في الكونكتيف تيشو، ان برضو هي الماده اللي بتملى الفراغات ما بين السيلز والفايبرز. مكوناتها ايه؟ احنا قلنا مكوناتها قبل كده ولكن هنعيدها بشويه تفاصيل بسيطه. اول حاجه فيها تيشو فلويدز، وده اللي قلنا في كلمه هايلي هايدريتد ان هي غنيه او ريتش ان تيشو فلويدز، ريتش ان فلويدز. ففي كومبوننت مهم منها اللي هو التيشو فلويدز، وده بيجي منين؟ بيجي من الكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدمويه اللي بتعدي خلال الكونكتيف تيشو، بيحصل فلتريشن لبعض الفلويدز منها ويبقى جزء من الجراوند ماتير. طيب ايه كمان؟ الثلاث مكونات المايكرو مولكيولز اللي ذكرنا اساميهم من شويه، اول واحد منهم كان اسمه جاكس اللي هو الجلايكوزامينو جلايكانز. والجلايكوزامينو جلايكانز في الجراوند سبستنس منه نوعين، اول نوع اسمه نون سلفيتد تايب. يعني ايه نون سلفيتد؟ يعني ما بيحتويش على سلفيتس. مثال للنون سلفيتد ده مين؟ اللي هو اسمه هيالورونيك اسيد. يبقى الهيالورونيك اسيد ده مثال من امثله النون سلفيتد جيكس. يعني لو انا حبيت اجيب سؤال مثلا جيفن اكزامبل فور نون سلفيتد جيكس، نكتب مين؟ هيالورونيك اسيد. طيب بيبقى اول نوع اسمه نون سلفيتد، بالمنطق ده يبقى النوع الثاني ايه؟ سلفيت. يبقى النوع الثاني من الجاكس اسمه سلفيتد جاكس. السلفيتد جاكس دي زي مين؟ زي الكوندرويتين سلفيت. يبقى احنا ذكرنا دلوقتي ان الجاكس عندي تو تايبس، مجموعتين، مجموعه فيها سلفيت اسمها سلفيتد، ومجموعه ما فيهاش سلفيت جروب اسمها نون سلفيت. مثال لده ومثال لده، مثال للنون سلفيت هيالورونيك اسيد ومثال للسلفيتد كوندرويتين سلفيت. المكون رقم 3 من الجراوند ماتيريال او الجراوند سبستنس اسمه بروتيوغلايكان. مين البروتيوغلايكان ده؟ ده عباره عن لارج ماكرو مولكيولز بتتكون من جاكس، تاني جاكس، تاني جاكس، ولكن هنا جاكس مش لوحدها، الجاكس لوحدها هي الكومبوننت اللي احنا ذكرناه المره اللي فاتت او اللي قبل ده، لكن هنا لو الجاكس ارتبطت مع بروتين كور يتغير اسمها من جاكس الى بروتيوغلايكان. يبقى الجاكس اللي هي الجلايكانز لو ارتبطت مع بروتين بقى اسمها ايه؟ بروتيوغلايكان. يبقى البروتيوغلايكان عبارة عن ايه؟ عبارة عن جاكس جلايكوزامينو جلايكانز ولكن attached to a protein core. طيب ندي مثال واحد برضو له، زي مين البروتيوغلايكانز دي؟ زي الاجريكان. يبقى اجريكان اسمه انتهى بكان اهو الشكل ده، يبقى ده نوع من البروتيوغلايكانز، مثال له اهو اللي هو الاجريكان. طيب النوع، سوري، الكومبوننت الرابع هو الجلايكوبروتينز.
glycoproteins دي combination من carbohydrates و proteins. دي مهمة جدا انها بتعمل act as adhesive material. يعني ايه adhesive material؟ افتكروها كده زي السمغ. يعني ايه سمغ؟ يعني بيلزق. يبقى الجلايكوبروتينز دي في الماتريكس شغلانتها بالظبط انها حاجة بتلزق. بتلزق ايه؟ important for stabilizing the matrix، تثبت الكومبوننتس بتاعت الماتريكس مع بعضها، وكمان linking it to the cell surface، انها تربط الكومبوننتس بتاع الماتريكس بالسطح الخلايا اللي موجودة فيه. يبقى الخلايا بتاعت الكونكتيف تيشو اللي موجودة في الماتريكس ده بترتبط بالماتريكس عن طريق وجود مين؟ الجلايكوبروتينز. يبقى تاني الجلايكوبروتينز دي عبارة عن ايه؟ adhesive material، مادة لزقة او سمغ. عشان بيعمل ايه؟ عشان يثبت الكومبوننتس بتاعت الماتريكس كلها مع بعضها ويثبت الماتريكس مع السيلز. طيب ندي مثال برضو له، هو كمان زي مين الماتريكس؟ زي مين سوري الجلايكوبروتينز؟ زي الفايبرونكتين. يبقى احنا دلوقتي قلنا اربع مكونات للجراوند سبستنس، تشوف فلويدز اللي هي السوائل اللي موجوده، وبعد كده ثلاثه ماكرو مولكيولز. اول واحد كان للجاكس اللي هو السلفيتد او النون سلفيتد، ومثال لده ومثال لده. تاني واحد بروتيوجلايكان اللي هو عباره عن جاكس مرتبطه مع بروتين، زي مين؟ زي الاجريكان. تالت واحد اللي هو الجلايكوبروتين، ده ماده ادهيزف موجوده علشان تثبت كل الاستراكشرز مع بعضها وتثبت الماتريكس مع السيلز، زي مين؟ زي الفايبرونكتين. طب جميل قوي، ده كده الكومبوننتس اوف ذا جراوند سبستنس. ايه بقى الصبغات اللي اقدر استخدمها عشان اصبغ الكونكتيف تيشو ماتريكس؟ اكوردنج للمكونات اللي قلناها دي هتكون الصبغات. يعني ايه؟ اول حاجه احنا ذكرنا ان انا عندي ايه؟ جلايكوبروتينز. السبيشال سن اللي لسه جايبين سيرتها من شويه للكربوهيدرات اسمها ايه؟ اسمها بي اس. يبقى البي اس دي اي ستراكشر فيه كربوهيدرات يتصبغ بالبي اس، من ضمنهم الكونكتيف تيشو ماتريكس لانه فيه جلايكوبروتينز، يبقى هو كمان يتصبغ بوزيتيف بالبي اس ويدي لون ماجنتا كلر. ليه؟ عشان موجود جلايكوبروتينز ودي فيها كربوهيدرات. يبقى دي اول صبغه عندي للكونكتيف تيشو ماتريكس اسمها بي اس ستين، وتديني لون ماجنتا اللي هو لون الخرمازي. ايه كمان؟ ميتاكروماتيك ستين. سمعناها فين قبل كده دي؟ سمعناها في الماست سيل. الماست سيل برضو كانت بتبقى ستيند بالميتاكروماتيك ستين، وعرفنا ان الميتاكروماتيك دي معناها ان انا اصبغ بصبغه ليها لون يطلع لي التيشو مصبوغ بلون تاني. فانا هنا مستخدمه ستين اسمها تولوجين بلو، يعني لونها ايه؟ لونها ازرق. التيشو او الماتريكس يظهر لي بلون ريدش بيربل، بنفسجي او بنفسجي محمر، مش اللون الازرق خالص. ده ليه؟ نتيجه ان موجود وجود الجاكس اللي في الكونكتيف تيشو ماتريكس بتتفاعل مع الكومبوننتس بتاعت الصبغه فتغير لونها، فيظهر لي لون جديد غير لون الصبغه، ودي سميناها ظاهره الميتاكروميزيا او الميتاكروماتيك ستيننج. احنا ذكرنا منها دلوقتي حاجتين عندهم الخاصيه دي، الماست سيل الجرانيولز بتاعت الماستل والكونكتيف تيشو ماتريكس، هما الاثنين عندهم الميتاكروميزيا، وبقدر اصبغهم ميتاكروماتيكالي بتريبان بلو او توبوجين بلو ويديني لون ايه؟ ريدش بير. ده بالنسبه لي الستينز اوف ذا ماتريكس. كده انا خلصت المحاضره الثانيه، ان شاء الله نتقابل في الجزء الثالث باذن الله من الكونكتيف تيشو. السلام عليكم.